كانت مسيرة العملية. الحمد لله احنا متعلمين في الجامعة، والحمد لله عندكم الإمكانات تدخلون في العمل، ولكن دائما تدخلون أي مكان تدخلون فيه. أنا لليوم أي مكان أدخل فيه أبغى أتعلم منه. مين ما كان في حياتي، إن كانوا فريق عمل، إن كانوا الناس اللي احتك فيهم، إن كانوا الناس اللي أمر عليهم، منكم أنتم واحد يدخل عشان يتعلم. لأن كل إنسان، 7 مليار شخص عنده في كوكب الأرض، عنده تجارب مختلفة وعنده حياة مختلفة، فكل واحد منكم يقدر يتعلم من غير محاولة. فمع هذا أشكركم وأحب أقول لكم الله يوفقكم في مسيرتكم المهنية. أنتم قادة اليوم شباب الإمارات، وقيادة دولة الإمارات استثمرت الشباب اليوم وتمكين الشباب اليوم،